تأسست جامعة رياض العلم عام 2004 ميلادي، وحصلت الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في العام 2010 ميلادي للفترة ما بين 2010 ل 2017 ميلادي، كأول جهة صحية تحصل على الاعتماد من القطاعين الحكومي والأهلي. حصلت الجامعة على إعادة الاعتماد المؤسسي للفترة ما بين 2017 إلى 2024 ميلادي، وعلى الاعتماد البرامجي للفترة 2017 إلى 2021 ميلادي. نالت الجامعة على شرف موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتأسيس مركز الملك سلمان لصحة الأطفال، والذي يعنى بنشر التثقيف الصحي للأطفال. تمنح جامعة رياض العلم درجة البكالوريوس في تخصصات طب الأسنان والصيدلة وعلوم المختبرات الإكلينيكية وصحة الفم والأسنان والتمريض، بالإضافة إلى درجة الماجستير والزمالة الطبية في فروع طب الفم والأسنان المختلفة ودرجة الماجستير في الصيدلة. جامعة رياض العلم هي أن تكون الجامعة ببرامجها المختلفة في طليعة الجامعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بما يتوافق مع رؤية 2030. أهداف جامعة رياض العلم هي إعداد كوادر مؤهلة في التخصصات الصحية التي تقدمها الجامعة لسد حاجات سوق العمل، المشاركة في توفير الخدمات الصحية في تخصصات الجامعة لأفراد المجتمع، إجراء البحوث العلمية في مجالات العلوم الصحية المختلفة والاستفادة من نتائجها في خدمة المجتمع، تقديم برامج الدراسات العليا في التخصصات التي تقدمها الجامعة، تطوير البرامج الصحية الوقائية المقدمة للمجتمع بالمشاركة مع الجهات الصحية الأخرى، تقديم برامج التعليم الطبي المستمر في تخصصاتها إلى المجتمع من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات للعاملين بالقطاع الصحي. تقدم جامعة رياض العلم قسم طب الأسنان المتقدم أحدث أنواع الحشوات التجميلية التي تشابه بقوتها وصلابتها الحشوات الفضية، والهدف من الحشوات التجميلية هي علاج التسوس ومنعه من الاستمرار، وأيضا تشبه إلى حد كبير لون السن المراد ترميمه، لذلك يمكن استخدام حشوة الأسنان لترميم الأسنان المكسورة من دون حدوث التسوس أو إجراء حشوات تجميلية لأسنان مكسورة أو تصليح أي سن تغير شكله، وخاصة الأسنان الأمامية في الفك العلوي أو السفلي، وذلك أثناء تناول المكسرات والبزر، عض الأظافر، طحن الأسنان وغيرها من عادات تؤثر على الأسنان.